بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد سيد أحمد سوداني يقول: لقد حل علي شهر رمضان وصمت منه 22 يوما وأفطرت الأيام الباقية، وذلك لسخونة الجو وللعمل الشاق، فكيف أقضي ما فاتني؟ أفيدوني أفادكم الله. عليك التوبة والاستغفار وعليك القضاء سواء جمعت أو فرقت. الأيام الباقية عليك أن تقضيها مجتمعة أو مفرقة لا بأس. نعم. وأما العمل وسخونة الجو لا يمنع، لا يوبخ لك الإفطار، تستريح وتصوم، تستريح من العمل وتصوم والحمد لله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الذين يفتون سماحة الشيخ بأن العمل الشاق أو أن سخونة الجو تبيح الإفطار، ليس بعذر. لا ليس بعذر، ليس بعذر. كل هذه لها علاج. إذ يجلس في المحل الذي يرى أنه مناسب، نعم، ويستريح وبقية مدة تسد على بقية الأيام. بارك الله فيكم. لا يتعلق بالعمل. نعم. جزاكم الله خير. العمل يستريح منه أو يؤجل أو يستقيل أو يكون فيه وقت خاص قليل لا يضره. نعم. أو ينقله إلى الليل. أو ينقله الليل كله طيب. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.